in. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. حشيني يا باكو. مبروك يا عمر. توحشيني. هتوحشيني يا باكي. هتوحشوني. هو ايه النسمة اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافرة ليبيا؟ فرحانة أوي، فرحانة أوي يا عمر إنك بتوافق. أنت كده فرحانة؟ أه. أمال في عزا أبوكي هتعملي إيه؟ مش عارفة، مش عارفة. الحقيقة عطلت. إيه في إيه؟ في ايه؟ بنتك عماله طاعت الناس هتفتكر ان انا خاطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان الناس ما حساسه قوي، وبعدين بيني وبينك الموقف انا مش قادره كمان. عمر، هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحان انا بعد عنك. ده انت هتشوف ايام طين. قولي لها اي حاجه يا طنط. ايه ده؟ سيبوني وارجعوا. بس يا بابا، بس حبيبي قولي لنفسك، ها؟ دي نادين اخت نسمه الكبيره. هي شكلها اختها فعلا. على الله. تروح فين؟ نزل ارقص يا عم. ما ارقص؟ لا ارقص. طيب هرقص. ارقص. Even more than anyone that you adore can love. قعدتي ليه؟ انت ضايقتها يالا؟ بابي. ايه روح؟ بابي فرحانة. ايوه صورة يا صباح، حاسب يا ابني. مش كان زمانك مكان التافه ده؟ بلاش الكلام اللي فور الدم ده يا بابا، ما تخليش هما تربى الفرحة اللي فيه. حسين عبد الفتاح ابن عمي، 12 ميدالية بطولة عالم في رفع الأثقال. اثبت يالا. لا الصراحة بقى أنا مش قادر أمسك نفسي. أنا عايز أقول لك إن أنتِ جيتي في المكان المظبوط، القرنبيط هنا تحفة لدرجة إن ده تاني طبق أعمله منه. أه بس ده مش قرنبيط، ده بروكلي. قرنبيط أو بروكلي أهو كله بيجي لي انتفاخ يعني. إبراهيم زكي صاحب عمر الأنتيك. وأنا اسمي نادين. انت عارفني بقى. لو في وقت يعني هو في حاجه يا نادين؟ لا يا باشا، هي كانت بتسال عن الخبيزه وانا قلت لها ان هي بتطلع في الشتاء. خبيزه؟ اه. لا انا رشح لك المحشي حبيبي. اوه اسمع تعالى عامل فاك كده، انا سلاميه كمان وهجيلي فتاق. خلاص اهو توتوس بطل العالم في السومو. اهلا وسهلا. توتوس تيه وستيه ما طلعش. لا عدى 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 الجمال ده شفته مرة واحدة. عيني 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 جاردة. بتحبني؟ بحبك، أنا بموت فيك. وأنا كمان. تعرف يا عمر؟ أنت أول واحد أحس معاه بالأمان بعد فوقي. ما تريح دماغك الناحيه الثانيه عشان رقبتك ما تتسعش. ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مين ده؟ في ايه؟ بقول لك ايه، اتعدل كده وتعامل عادي، تعامل عادي. ايه ده؟ في حاجه يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه؟ ده بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريق. ايه هتضرب رجاله؟ اه. طب نعجل الموضوع يا جدعان اللي بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع طفار. يا جماعه العرصه مشكله كتير، شخطه واحده الموضوع هيتلم. يا هرم يا يسرا، يا هرم يا ميشيل، حرام عليكم الرجوله ما بتقولش كده.
الحل ان الناس ما محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمة، ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكرة. وانت بتركب العربية يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور نسمة كويسة ما فيهاش حاجة، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمة تروح معاك؟ نسمة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة يا بنتي، انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا خميلي خدي بالك من البنت واستنوني بره، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشة، رقيقة، رومانسية. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسية الزجاجية الهشة. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجة. دي نفسية عاملة زي الازاز الستة ملي، اقل زلطه فيه ممكن تشرخه. زلطه ايه وازاز ايه؟ نسمه تعاني من صدمه عصبيه شديده، ده لانها كانت عايشه طول عمرها في حضن ابوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر امان ليها. طبعا بعد ما انتقلت لكنفك بصفتك جوزها، لقت ان الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقه اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. اه والله. بص فضحتك بقت بجلاجل. اه والله فاضل لك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء، اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور حضرتك تقصد ايه. لو عمر طلق نسمة هنلاقي المشكلة هي هي، مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكلة اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في عربيزك. الله يخرب بيتك يا شيخ، عقدت للبيت. يا ريتني ما وافقت على الجوازة ولا سمعت كلامهم. المهم يا دكتور طمني، البنت هتخف؟ طبعا، بس لازم تتبعوا التعليمات اللي هقولها لكم بالحرف الواحد. اولا نسمة لازم تعيش حياة طبيعية، ثانيا ما تحسسوهاش ان هي مريضة، ثالثا وده الاهم لازم ترجع بيت عمر، اي بيت جوزها، انت عليك عامل كبير جدا. لازم البنت تشوف شخصيه غير اللي شافتها في الخناقه. شخصيه تانيه ازاي يعني يا دكتور؟ اتنكر ولا ايه؟ انا هفهمك. نسمه لازم تشوف شخصيه قويه قادره على حمايتها في اي خطر، فهمني يا عمر؟ فهمت يا دكتور. الحمد لله على السلامه. نورتي بيتك، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروسة، الحمد لله على السلامة يا عمر بيه. عنك؟ إيه عني دي؟ إيه عني دي؟ شايفني حتة عيل مش هعرف أشيل شنطتين؟ في إيه يا عمر باشا؟ عمر باشا؟ عمر باشا؟ شايفني لابس طربوش قصادك؟ طب أنا آسف يا عمر أفندي. عمر أفندي؟ ده بيتريق عليا. ما تقولي صدق الله أحسن، غور من قدامي يالا، غور. أنا داخل الجواز، لا إله إلا الله. عايز يشيل الشنط بدالي، أنا راجل. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي يا نسمة. اتفضلي. الحمد لله على السلامة. نورت بيتك. مفيش حكومة. أنا الحكومة. أنا الحكومة. مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ انت نسيتي ان انا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبة انت مركز لي بقى. نادين انا عندي سؤال، ازاي واحدة زيك متسابة لحد دلوقتي؟ ايه متسابة دي؟ انت بتكلم كلبة؟ انا اقصد ازاي واحدة جميلة وسبور وامورة زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انا صحفية ومعدة برامج، بس بحكم الشغل يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي. طيب سلام سلام سلام. لا 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 استنى، رايح فين؟ هقفل. الله، مش انتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟
لا يعني ما انا ابتديت افكر. عامل لك شويه ريزوتو من الاخر، حاطط لك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي، مش خساره فيكي. نسمع، انت نمتي؟ طب والجمبري؟ عمالين نقول الليله هنعمل والليله انت الشمس وانا الضليله، وفي الاخر طالع شايلك هيله بيله. ده اليوم لهبل ده. فتح عينيكي، فتح عينيكي يا كريمه، كريمه. منصور، منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجه، انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج، ده اسمي على جروبات شات مصراوي، انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي، عندي 33 سنه، برج الدلو ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر. عمر شريكي في مكتب الديكور على فكره. طب معلش ثانيه واحده كده، طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز. وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخونك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمة على السرير وعمالة تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجة. حد طلع لها في الحلم هتقول لي يا منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر بلاش نيتك الوحشة دي يا عم، ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله، ده انت يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز تلاجة. اقفل يا ابن العبيطة. صباح الخير يا حبيبي. اعمل لك نسكافيه معايا؟ ماشي. بلاك ولا باللبن يا منصور؟ منصور. نسبة بنت انا بتخونك قطع لسانك. ولا انا بنت متربية احسن تربية. ايوة اللي ربى بتاع مربى. مين منصور ده يا جدعان؟ مين منصور؟ اللي بيلعب ورا السور. ما ترسونا على التيت يا جماعة. الله، انتوا اتجننتوا؟ هتتخانقوا مع بعض هنا؟ عيب عيب يا اساتذة، انتوا في عيادة الدكتور شبراوي عظيمة، مش موقف ميكروباص. اقعدوا خلونا نبحث الموضوع بهدوء. ايه اللي حصل يا عمر؟ اللي حصل فضيحه يا دكتور. اتفضل اتفضل، شوف الهانم، شوف الهانم وهي بتطعني في شرفي. منصور حبيبي. هي رسمه كانت تعرف حد ايام الجامعه اسمه منصور؟ كانت بتحب حد ايام المدرسه اسمه منصور؟ نسمه ما بتحبيش عني اي حاجه يا دكتور، والكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. عمر انا محتاج اعرف بالتفصيل الممل، بعد ما روحتم حصل ايه؟ ولا حاجه، اول ما دخلنا البيت راحت قعدت في الليفنج، فقلت افك جو التنشنه شويه، ورحت فتح لها التلفزيون ودخلت المطبخ عشان اطبخ. حلو قوي، طبخت ايه؟ طبخت ريزوتو بالسيفود. وانت بتطبخ كانت هي بتعمل ايه؟ كانت هي قاعده بتتفرج على فيلم في التلفزيون. فيلم ايه؟ متهيالي فيلم الجزيره. فيلم الجزيره. انا جد هطول ما انت جنبي. كمل كمل. ابدا، بعد ما الريزوتو جهز خدت الريزوتو ورحت بيه لحد عندها، لقيتها نايمه، ورحت شايلها وداخل على خلاص خلاص. انا فهمت. فهمت ايه يا دكتور؟ ده يا ساده منصور اللي نسمه بتحبه. نسمه بتحب احمد السقا؟ نسمه مش بتحب احمد السقا، نسمه بتحب منصور، الشخص القوي الشجاع اللي لقت فيه كل الصفات
اللي ما لقيتهاش فيك انت وانت بيتمسح بيك البلاط. يا اخي ربنا ينتقم منك، جننت البنت، كان لازم تطلقها وفورا. طلاق ايه يا شوكت بتتكلم عنه؟ البنت بتروح منك. لا يا شوكت، الطلاق هيجيب نتيجه عكسيه. انا محتاج اشوف نسمة بره جو العياده، مش عايزها تلاحظ ان احنا حاطينها تحت الملاحظه، وبعد ما تخلص الملاحظه اقدر انا احدد العلاج. طب وانا المطلوب مني يا دكتور دلوقتي؟ انت عليك دور كبير قوي يا ابني، انا عايزك تهودها على الاخر. لو هي شايفاك منصور اتعامل كانك منصور. اتعامل كاني منصور ازاي يا دكتور؟ طب افرض حضرتك قامت من النوم شافتني فيفي عبده، اتحزم وارقص لها؟ لا سلام،